مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من هنا العاصمه. برحب باي مشاهد بيتابعنا في مصر وخارج مصر، اهلا بيكم. منتظرين متابعتكم ومساهمتكم معانا في حلقتنا وفي حواراتنا من خلال صفحتنا. والنهارده قبل ما ابدا باخبارنا المحليه والعالميه اللي نالت اهتمام حضراتكم، وبنوفر معلومات اكتر وتفاصيل عن كل خبر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدعو حضراتكم لمتابعه حواراتنا. حوارنا الاول هنتكلم فيه عن ذكرى حدثت النهارده من 65 سنة. في 29 أكتوبر 1954 صدر قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بحل تنظيم الإخوان بعد محاولة الإخوان لاغتيال جمال عبد الناصر في حادث المنشية في اسكندرية، هذا الحادث الشهير. ويمكن ما كانش هو ده قرار الحل لهذه الجماعة الوحيد اللي صدر ضدهم، سبقوا قرار في 8 ديسمبر 48 من قبل محمود فهمي النقراشي، وكان نتيجته اغتيال الجماعة للنقراشي باشا بعدها بعشرة أيام من القرار. كان قرار الحل الثالث لهذا التنظيم بعد 30 من يونيو، الثورة العظيمة اللي أطاحت بحكمهم حكم الإخوان. والحقيقة في كل قرار كان بيتضمن في فحواه وفي مضمونه حل لهذا التنظيم كان مسلسل من الجرائم بترتكب ضد الدولة وضد المجتمع المصري كرد على هذا القرار، جرائم من العنف ومن الدماء اللي بتنزف للمدنيين. وحاليا بيتم ممارسة التحريض بأكاذيب ضد الدولة، أكاذيب مستمرة طوال الوقت، منابر إعلامية بتؤكد على هذه الأكاذيب وعلى هذه الرسائل التابعة لأجندة هذه الجماعة. هنتكلم في هذا الحوار، الحوار الأول، مع الدكتور أحمد الشرباجي الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية عن هذه الأكاذيب وعن هذا التاريخ المتكرر والمتشابه في ردود أفعال هذه الجماعة ضد أي قرار يؤخذ تجاهها. هنشوف كمان وقفة المجتمع المصري وتضامنه مع الجيش ومع الأجهزة الأمنية في تجاوز أي أزمة عبر الأزمنة واجهت هذا الوطن. هنشوف محطات مهمة في عمر هذا الوطن، إزاي كان الشعب موجود في الصورة وجزء لا يتجزأ من هذه الصورة اللي اكتملت بوجودهم وبتضامنهم مع الجيش والأجهزة الأمنية للوقوف أمام أي تحديات ممكن مصر تكون قابلتها. حوارنا الثاني هنتكلم فيه عن مبادرة مهمة لحضرتك ولحضرتك ولكل والد ولكل مسؤول عن طفل، لأن في ناس كتيرة جدا بتربي أولاد مش أولادها وزيهم زي الأهل. في النهاية الموضوع واحد، في النهاية الطفل بعقليته بكيانه بشخصيته اللي لسه بتتكون مشهد واحد، ولذلك كانت المبادرة بتتكلم بصفة عامة عن التعامل مع الأطفال ولكن بشكل أكثر هدوءا. المبادرة اسمها بالهداوة مش بالقساوة. التعامل بقسوة مع الأطفال خصوصا مع بداية العام الدراسي أو على مر العام الدراسي وقت الامتحانات تحديدا بيكون فيها أحيانا صورة مش تمام، لأن العنف الأسري ده ممكن يكون بأشكال مختلفة، ممكن يكون بالعنف اللفظي، ممكن يكون بالعنف الجسدي، ممكن يكون بالتفرقة على اعتبار ان انا لما فرق بين الشاطر والتحصيله اقل في الدراسة او في الفهم او مختلف عن باقي اخواته اكيد ربنا هيكرمه ويقلده ويبقى كويس فانا ابتدي افرق كأم. حاجات كتيرة جدا هنفهمها مع متخصصين، أكيد هم عندهم معلومات وهم أدرى وأعلم مني بهذا. لكن الشائع كده أنه ومن الأمور اللي بنتلقاها في البرنامج وحوادث بتجيلنا وبنقشها مع حضراتكم، أنه في مشكلة في التعامل مع الأبناء ومع البنات في الأيام دي. ممكن تبقى المشكلة عند الوالد والوالدة مش عند الطفل بس، اللي أحيانا بنجد صعوبة في تربيته وفي تقويم سلوكه وأدائه. لكن لو إحنا اتبعنا طريق أفضل في التعامل، فهمناه، استوعبنا هذا الابن أو هذه الابنة بطموحاتهم بمشاكلهم، هتبقى الأمور أفضل بكتير. الموضوع ده مش سهل، لأن في ناس يعني عندها القصة دي متوارثة، لازم يتم التعامل بعنف مع البنت، وممكن تبقى البنت كمان ليها مساحة أكبر عندنا.
خلينا نشوف الدكاترة النهاردة معانا هيقولوا ايه. الدكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة هيكون ضيفنا، والأستاذ جمال فرويز استشاري الطب النفسي هيكون أيضا ضيفنا في هذا الحوار اللي بدعو حضراتكم لمتابعته. إن شاء الله نحاول نستفيد منهم بمعلومة تفيدنا في تربية الأولاد والبنات، تفيدنا في التعامل معاهم وفي تغيرنا إذا ما كنا بنتجه لطريقة يعني للأسف نتائجها مش إيجابية ومش كويسة، ومع كده احنا شايفين انها الطريقة الافضل. قد نقوم ايضا من انفسنا قبل ان نتحدث عن تقويم ابنائنا. هبدأ مع حضراتكم اول اخبارنا. النهاردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين بالدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو النصار وزير التجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور منى محرز نائبة وزيرة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، نائبة وزير الزراعة. هذا الاجتماع كان هاما لأنه تناول عدد من الموضوعات. أكيد يعني مع هذا التجمع الكبير هيكون في الكثير من الملفات اللي مطروحة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحد، توفير السلع. الاجتماع النهاردة كان بيتكلم عن توفير السلع الأساسية والضرورية الحياتية اللازمة لكل مواطن. توفيرها بمعنى إنها تكون موجودة، لأنه في سلع موجودة ومهمة، لكن الكميات إيه؟ الأسعار أخبارها إيه؟ هنا هو المعنى الحقيقي لتوفير هذه السلع في مختلف المحافظات. ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع علشان ما يبقاش في أي خلل في التعامل ما بين البائع وما بين المستهلك في كل المحافظات، للتأكد من توافر السلع وزيادة المعروض من اللحوم، من الدواجن، من الأسماك. تكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق، بمعنى أنه ممكن تاجر يحتكر سلع معينة زي ما حصل قبل كده في مشاكل كتير، كانت سلع السكر، كانت سلع الرز على ما أتذكر، وكانت المشكلة الأساسية في أنه في تجار احتكروها وأخذوا المخزون بالكامل لتعبئته، وبالتالي هنا كان في نقص في السلع دي في السوق، وبدأت المشكلة والأزمة تتطور لأنه حصل عملية احتكار لسلع معينة، خاصة السلع اللي بتدعمها الدولة. والتأكد كمان من وصولها المستحقية من محدودي الدخل. يعني طول الوقت بنتكلم عن محدودين الدخل وعن السلع الموفرة ليهم والأغذية الموفرة ليهم، لكن ممكن تكون في النهاية الممر اللي بيوصل فيه الأغذية أو السلع دي للمستحقين، الناس اللي مفروض الدولة موجهة ليهم مش موجود، وهنا طبعا بيحصل تجاوزات، وبالتالي الممر ده بيروح، الطريق ده بينتهي بيتلاشى. فهي دي النقطة كمان المهمة اللي النهاردة كان عليها حديث في هذا الاجتماع بالنسبة لتوفير السلع. تاني موضوع، المؤشرات الاقتصادية. الاجتماع كان بيتكلم عن تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادية للدولة والتقدم اللي حصل في المشروعات القومية الكبيرة. وفي السياق ده شدد السيد الرئيس على مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي ومواصلة العمل في المشروعات التنموية وفقا لأعلى المعايير العالمية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات. الرئيس أكد على ضرورة ترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة كل صور الهدر والفساد لضمان جودة الخدمات اللي بتتقدم للمواطن وحفظ حقوقهم وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة داخل مصر. ثلاثة، كان مكافحة الإرهاب واحدة طبعا من الملفات التي لا يخلو أي اجتماع منها. تم في الاجتماع ده استعراض التطورات على صعيد الأوضاع الأمنية، مكافحة الإرهاب إزاي بتتم في الفترة الحالية، حيث وجه الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وده بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في كل أنحاء الجمهورية. الملف الرابع كان الملف الخارجي، العلاقات المصرية الخارجية. الاجتماع تطرق لعدد من الموضوعات في هذا الشأن، من بينها تطور الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات اللي بتهدد أمن المنطقة بالكامل وسبل مواجهة هذه التحديات بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي بالكامل.
دي كانت نبذة سريعة عن مضمون هذا اجتماع السيد الرئيس. اجتمع برئيس الوزراء وبالحكومة النهاردة، وكانت الملفات الاقتصادية حاضرة كما استعرضنا، واضح في المقام الأول، والمواطن وهموم المواطن أيضا، خاصة ما يتعلق بالأمور الحياتية، الأسواق، الأغذية، كانت أيضا بتتصدر هذا الاجتماع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، وده بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة للسفير الألماني بالقاهرة. وزير خارجية ألمانيا نقل للرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، وأكد اعتزاز بلاده بالعلاقات اللي بتجمع البلدين وبتربطهم ببعض، باعتبارها طبعا محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي، دور مصر في مكافحة الإرهاب، دور مصر في مكافحة الفكر المتطرف. أشار أيضا لحرص ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة ما بين البلدين. اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، التجاري، الاستثماري، الأمني. رحب الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، وأعرب عن التطلع لزيادة الاستثمارات في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال. أكد الرئيس اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فيها، والخبرات الألمانية العريقة في مجالات مختلفة زي مجال التعليم الأساسي، الجامعي، الفني، في ضوء طبعا ما تليه الدولة من أهمية قصوى لتطوير منظومة التعليم في مصر، إزاي ممكن نستفيد من ألمانيا وهي طبعا من الدول المتقدمة في التعليم. مصر بتتطلع دايما للاستفادة من الخبرات، للشراكة مع الجانب الأوروبي، والنهاردة ألمانيا متمثلة في وزير خارجيتها في هذا اللقاء كان في حديث معها على عملية ان احنا نستفيد من هذه الخبرات اللي موجودة في ألمانيا من خلال التعاون والتنسيق ما بين مصر وما بين ألمانيا في هذا المجال علشان نرتقي بمجال التعليم. أي إضافة في مجال التعليم من الخارج أكيد هيبقى لها لمسة يعني وهنشعر بيها. تم التطرق أيضا لآخر التطورات في سوريا، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها. انطلاق المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي للتأهيل، تأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، ده موضوعنا الثالث. الأكاديمية الوطنية للتدريب بدأت يوم الثلاثاء المرحلة الأخيرة من مراحل قبول الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة من خلال هذا التواجد اللي بتعلن فيه المقابلات الشخصية للمرشحين داخل مصر، وبيبقى لقاءات عن طريق سكايب من خلاله بيتم اللقاء في انترفيو بيتم مع الشخص المرشح لهذا البرنامج التدريبي من خارج البلاد، وطبعا بيتم اللقاء داخل الأكاديمية مع المسؤولين عن هذا اللقاء. البرنامج ده برنامج مفكر حضراتكم بنشأته وأساس البرنامج كان بناء على توجيهات من الرئيس السيسي وتوصيته في منتدى شباب العالم 2018 بأن يكون 2019 هو عام الشباب الأفريقي، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي طبعا في 2019 كانت بتتضمنها الكثير من المبادرات، كانت دي واحدة منهم. وتم تخريج دفعتين فعلا بواقع 200 طالب من أصل 1000 شاب أفريقي مستهدف أن هم يتدربوا داخل مظلة البرنامج. وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس السيسي في أغسطس 2017 لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر ومنارة التنمية وقطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كل التوفيق للقائمين على هذا العمل، وكمان الشباب اللي رشح لنيل هذه المهمة وهي التدريب في هذه الأكاديمية، برنامج غاية في الأهمية، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، لأنه في الآخر القيادة الإدارة هي واحدة من الأمور اللي بتنضبط بها أحوال الأوطان والبلاد. الإدارة إذا كانت موجودة وإذا كانت يعني بتقوم على شكل سليم وصحيح، بالتالي كل ما يأتي بعدها داخل أي هيكل إداري، داخل أي هيكل تنظيمي، أي هيكل في أي منشأة، هيكون سليم وهيكون متماسك وهتكون النتيجة اللي مطلوبة ممكن تفوق التوقعات إذا ما كانت القيادة والإدارة
فعلا في مكانها السليم. قتل 13 عنصرا إرهابيا في ضربة أمنية جديدة في العريش. توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمنزل مهجور داخل مزرعة، وبدأت التحركات الأمنية على الفور تجاه هذا المنزل بحي الحوص دائرة قسم شرطة أول العريش، لأن المنزل ده كانت فيه بلاغات ضده بأنه فيه وكر ويعتبر من المراكز اللي بيتم منها تنفيذ العمليات العدائية. تم على الفور التعامل مع المعلومات اللي وصلت للأجهزة الأمنية واستهدفت هذا الوكر الإرهابي، وتم تبادل إطلاق النيران ما بين العناصر الإرهابية وما بين الأجهزة الأمنية. الأمر ده أسفر عن مصرع 13 من العناصر الإرهابية، وكان معاهم 6 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وعبوة متفجرة و2 من الأحزمة الناسفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. حفظ الله مصر مما يحاك لها. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات ما بين العاملين، الموظفين، العمال، السائقين، وده على مستوى المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة. المبادرة دي مهمة جدا، لأنه هذا الإعلان بيضمن لنا كمواطنين وكناس بتروح تخلص مصالحها انه يكون اللي بيتعامل معايا يقظ وعلى قد المهمة دي، وعارف أهمية المشكلة اللي المواطن بيحكيها له او جاي يخلص أوراقها. اللجنة دي كشفت على 102 ألف موظف في كل الوزارات وفي المؤسسات والمديريات اللي بتتبع للوزارات في كل المحافظات وليس القاهرة فقط، وده في الفترة من مارس 2019، واحنا اتكلمنا في هذه الانطلاقة اللي كانت على ما أتذكر بتتوازى مع حادث القطار، حادث محطة مصر، وكان هنا في مهمة ثقيلة جدا وكبيرة جدا، لأنها بتسعى للكشف عن موظفين بأعداد كبيرة داخل المؤسسات والوزارات. اللي حصل بعد ما تم الكشف من شهر مارس 2019 من وقت ما اتكلمنا عنها، ان النتيجة بتقول الآتي: تبين تعاطي 2040 حالة للمواد المخدرة، 2040 حالة من الموظفين بنسبة 2% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف. ايه ابرز مواد التعاطي؟ ايه ابرز ما بيأخذه العدد ده اللي قلنا عليه 2040؟ الحشيش والترامادول. بيتم بإحالة الموظف على الفور اللي تم ثبات انه هو بيتعاطى الحشيش او الترامادول والمواد المخدرة الباقية، لكن دول اكتر 2 من انواع المواد المخدرة اللي بيتم تعاطيهم. تم احالتهم فورا للنيابة الادارية، تم التعامل معهم على المستوى القانوني على الفور، واجراءات قانونية اخذت معهم، والاجراءات دي بتوصل فيها العقوبات للفصل من العمل تماما، والورقة اللي بتكون في ملفه انه هو فصل علشان هو بيتعاطى مخدرات، وبالتالي الملف ده غالبا بيبقى غير صالح للتعامل بيه في اي مؤسسات تانية او في اي جهات حكومية اخرى واكيد خاصة. وهنا جرس انذار كبير لاي شخص بيستهون بحياة اللي بيتعامل معاهم، لان هو اصلا تستهون بحياته لما تعاطى هذه المخدرات، فبالتالي هو بيستهون بعد حياته بحياة الناس، بحياة المواطنين والمدنيين، لانه ممكن كمان يكون بيتعامل مع ارواح. المنظومة لازم تتزن، المنظومة لازم تنضبط، الارواح دي ممكن يبقى سايق بيهم قطر، ممكن يبقى سايق بيهم اتوبيس، او بينقل مواد خطيرة، وده بنشوفه واحنا سايقين مثلا على الدائري بيبقى مكتوب انها مواد شديدة الخطورة، يبقى هنا لازم يبقى اللي سايق قبل ما يبقى مكتوب انها مواد شديدة الخطورة يبقى هو كمان على علم باللي هو شايله وباللي هو بينقله، وعلى علم بالمسؤولية اللي على كاهله وبالمسؤولية اللي لازم يكون يقظ ومصحصح لها كده، وما يبقاش شارب مخدرات، لانه ممكن يروح يعني هو والناس اللي حواليه في يعني ورطة لا قدر الله إذا ما كان متعاطي مخدرات. المهمة دي اللي قامت بيها الوزارة أوضحت أيضا
أن من يطلب العلاج من الإدمان طوعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان، ودي من أهم الأمور اللي أخذتها الوزارة، لأن هو ممكن يكون عرف اللي بيحصل ده، وممكن يكون حد دلوقتي بيسمع عرف أنه في إجراءات قانونية وفي عقوبات مشددة والموضوع كبير ومهم وما بيتمش التعامل بشكل عادي أو هيتم التجاوز عن أي شخص لأي سبب. لا، الكل سواء، لأنه في النهاية دي أرواح ناس. دكتور إبراهيم عسكر، مسؤول برامج التوعية في صندوق مكافحة الإدمان، معانا على التليفون، برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور إبراهيم، يعني في البداية أنا اتكلمت بشكل عام عن النتيجة اللي وصلت لها وزارة التضامن الاجتماعي بعد لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات ما بين العاملين والموظفين والعمال والسائقين ما أدت مهمتها. الأرقام دي يا فندم بعد ما قرأناها كده، شايف نسبتها إزاي؟ وحضرتك شايف الأمور واصلة بينا لفين؟ ما بين موظفين وعمال وسائقين ممكن يكونوا بيتعاطوا الحشيش والترامادول بما أنهم أهم أنواع المواد المخدرة، يعني شايفين أنه ده مش هيأثر على عملهم؟ الحقيقة يا فندم فعلا زي ما حضرتك تفضلت كده، ان احنا عندنا مجموعة، واحنا هنا مش بنعمم طبعا، احنا بنتكلم على الارقام اللي وصلت ليها النتيجة النهائية. اتفضل يا فندم. ده صحيح، ده صحيح. احنا عندنا مجموعة من الافكار والمعتقدات المغلوطة اللي بيتم الترويج ليها بشكل غريب جدا. ايوه. ما بين اغلب فئات المجتمع وخاصة الفئات اللي تم الاعلان عنها، الموظفين والعمال والسائقين. علشان كده احنا كنا سباقين قبل كمان ما ننزل في الحملات ديت ونشتغل ان يكون فيها، يكون عندنا اليات للتوعيه كثيره جدا، علشان خاطر ان احنا نقول للناس خلي بالكم، احذروا، في علاج موجود. ورغم كده لم نقل عن ان احنا كانت عندنا حملات مستمره بشكل مضغوط جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه طبعا. تمام. في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهوريه والتوصيات السيد رئيس الوزراء والتكلفات الكبيره جدا اللي عملتها الدكتوره غاده والي والدكتور عمرو عثمان في ان احنا لازم نكون متواجدين في اماكن كثيره على مستوى الجمهوريه بالكامل. تمام. فال 102,000 موظف يا فندم لما تيجي تشوفيهم تلاقينا موجودين على خريطه الجمهوريه على مستوى الموظفين بالكامل. عاوز اقول لحضرتك على حاجه سؤالهم، الحقيقه ان كانت في ناس كتير جدا من الموظفين لما كنا ندخل مصلحه او مكان له، او انتوا جيتوا ده احنا ما كناش مصدقين ان انتوا تكونوا موجودين وشغالين وان انتوا هتستمروا. لا بالعكس، ده احنا مش عارف ايه يعني. هي دي النقطة اللي كنت بتكلم فيها، انه الامور مش هتمشي بشكل يعني ممكن يحصل فيه اي راحة او اي تباطؤ، او هيتم تأجيل مثلا محافظة معينة او مؤسسة معينة. الامور ماشية بدقة، بخطة زمنية موضوعة لكل المحافظات، على كل المؤسسات التابعة للوزارات والمديريات، للموظفين العمال السائقين، الموضوع بجد. علشان لو في حد بيسمع دلوقتي لازم يتجه إذا ما كان عنده مشكلة في تعاطيه لأي من المواد المخدرة وهو موجود في جهة بيتعامل فيها مع الناس ومع الأرواح، مع في شغله بشكل عام، موجود في أي مؤسسة، لازم يتجه لطلب علاج الإدمان. طلب بقى علاج الإدمان يا دكتور إبراهيم، ممكن تقولي إيه اللي بيحصل لو شخص عايز يطلب العلاج علشان تتحسن أوضاعه، علشان ما يقعش في مشكلة في حياته؟ احنا عندنا الخط الساخن 16023، الخط الساخن عاوز اقول لحضرتك ده 24 ساعة متاح لكل الناس، على اساس ان اللي حابب ان هو يتواصل معانا يطلب العلاج، العلاج عندنا بالمجان والسرية تامة. ده برضه من النقاط المهمة جدا اللي احنا بنشتغل عليها، ان احنا النهارده وصل عدد المراكز العلاجية ل 23 مركز علاجي موزعين على اكثر من 14 محافظة. ففي اغلب المحافظات فيها مراكز. أيوة. واغلب المراكز دي مراكز مرخصه وتابعه، او احنا بنتعاون مع مستشفيات القوات المسلحه، نتعاون مع المستشفيات الجامعيه، بنتعاون مع مستشفيات الامانه العامه للصحه النفسيه. فكل دول احنا مشاركين مع بعض عشان ننفذ الخطه القوميه بتاعتنا، سواء كانت في العلاج او في الوقايه او كمان في موضوع الكشف المبكر. فانا بقول لكل الناس لو سمحتم، اللي حاسس او اللي عنده الرغبه في العلاج يتواصل على طول معانا، ويتصل بينا على الخط الساخن 16023 علشان يتاكد اولا من الماده اللي بياخدها، او ان هو عاوز علاج، وبالتالي لما تنزل له الحمله وبيكون معاه هو الروشتات بتاعته، معاه علاجاته. أيوة. وعنده ما يوثق ان هو بيتابع معايا العلاج في صندوق ادمان، وبالتالي بيعفى من المسؤوليه في هذا الامر.
شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عسكر، مسؤول برامج التوعية في صندوق مكافحة الادمان، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لتطورات الاوضاع في لبنان. لبنان طبعا بقى لها فترة بتشهد مظاهرات كبيرة، وكان في ظهور لسعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية في أكثر من مرة في هذه المظاهرات، وكان بيتحدث عن تحسين أوضاعه، وكان بيتحدث عن مطالب يشعر بها المواطن نزل الشارع علشانها. النهاردة سعد الحريري أعلن أنه سيقدم استقالته من منصبه، وده كان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة. سعد الحريري قال أنه حاول وقف التدهور في لبنان، وأضاف حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية. وقال في كلمة سريعة: وصلنا إلى طريق مسدود، وصار لازم نعمل صدمة جديدة، وأستوجه إلى قصر بعبدة لتقديم استقالتي لرئيس الجمهورية. نصا كما ذكر وعلى حد تعبيره سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية يعلن استقالته وتوجهه لقصر بعبدة. في الوقت طبعا ده شهدت شوارع لبنان احتفالات فور إعلان الحريري استقالة الحكومة، كانت صدمة إيجابية. وقالت تقارير صحفية ان انصار لجماعة حزب الله اللبنانية وحركة امل اشتبكوا مع محتجين عند احد الحواجز على طريق رئيسي في بيروت وهدموا خيامهم. طبعا الامر ده دفع الشرطة للتدخل. عايز اقول كمان انه بعد هذا الاعلان اللي بنشوفه دلوقتي لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وانه هيتوجه لقصر بعبدة، هو راح فعلا قصر بعبدة من متابعتنا للأحداث النهاردة، راح للقصر وطبعا أكيد كان في مقابلة مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، لكن خرج دون أي تصريح، خرج دون أي إعلان عن ما حدث في هذه المقابلة. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ رفيق شلالة المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني. برحب بك يا أستاذ رفيق، أهلا بحضرتك معنا في هنا العاصمة يا فندم. أهلا بك أستاذ رفيق. العاصمة بيروت اليوم، كيف كانت استجابتها لقرار سعد الحريري؟ عفوا ممكن تسألي السؤال الحين؟ كيف كانت استجابة لبنان اليوم لاستقالة سعد الحريري؟ والله طبعا المعتصمون والمتظاهرين رحبوا بهذه الخطوة واعتبروها أنها جزء من المطالب التي رفعوها، واعتقد ان يعني سيحتل غدا بعض التفكير في التنقل على الطرقات، لانه تمت دعوات لرفع الحواجز التي كانت تسير في الشوارع والطرق الرئيسيه. طيب استاذ رفيق، تفضل يا فندم. باستكمال هم يطالبون باستكمال المطالب التي كانوا رفعوها. ايوه. وهذا الامر سيتبلور خلال الساعات المقبله. تمام. طيب يعني هل في اي انباء او اخبار عما تم في بعبده بعد اعلان الحريري للاستقاله؟ عندما اتى الرئيس الحريري الى بعبده قدم استقاله خطيه الى الرئيس عون. الرئيس عون طبعا استلم الاستقاله ويتمهل في درسها بانتظار ان يقرر غدا قبولها، وفي وقت لاحق طبعا وطلب الرئيس الحريري ووزراء تنفيذ الاعمال الى ان على ان يحدد لاحقا موعد الاتصالات النيابيه الملزمه لاختيار شخصيه جديده لرئاسه الحكومه، قد تكون الرئيس الحريري او غيره. هذا امر يقرره النواب من خلال الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهوريه. طيب ماذا يا فندم عن الموقف الحالي يعني بعد اعلان الحريري لتقديم استقالته الى رئيس لبنان؟ ما هو الموقف يعني انضباط الشارع اللبناني في هذا التوقيت الدقيق من عمر لبنان؟ كما قلت لك بعض الحراك البدني اعلن عن ترحيبه بالاستقاله ووعد بسحب الاشخاص الذين يقطعون الطرقات خصوصا في المناطق الشرقيه من بيروت. هناك المعتصمون في ساحات الشهداء ورياض الصبح وطرابلس ما زالوا في اماكنهم، لكن اكيد يرفعون شعارات الباقيه من الشعارات التي رفعوها. اعتقد ان الايام المقبله يمكن ان تحمل تطورات ايجابيه حول هذه المساله.
يعني كانت معنا أنباء عن تقارير صحفية أن أنصار جماعة حزب الله اللبنانية وحركة أمل اشتبكوا مع محتجين عند أحد الحواجز على الطريق الرئيسي في بيروت وهدموا الخيام، الأمر الذي دفع الشرطة للتدخل. هذا حصل مع الأسف حوالي الظهر وبعد الظهر قبل استقالة الرئيس الحريري نتيجة اعتراض الأشخاص الذين كتبوا عنهم اعتراضهم لهتافات أطلقت بحق رئيس حركة أمل رئيس نواب نبيل بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. حصلت بعض الهتافات من قبل المتظاهرين اعتبر أنصار الأمل وحزب الله أنها ما نالت كرامة رئيس المجلس والأمين العام للحزب فقاموا بردة فعل ولكن القوى الأمنية استطاعت أن تضبط هذه التحركات وأمكن السيطرة على الهدوء مجددا وعاد المتظاهرون مساء مرة أخرى إلى الساحات من أجل استكمال اعتصامهم وهم الآن حاليا طبعا ليسوا بأعداد كبيرة كما كانوا الأيام الماضية لكنهم الآن في الساحات ينشدون ويرددون الهتافات وما إلى ذلك. شكرا جزيلا أستاذ رفيق شلال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني. صدمة إذن إيجابية في ردود الأفعال في الشارع اللبناني بعد إعلان سعد الحريري للاستقالة بعد ما قال أنه وصل لطريق مسدود، حاول نزع فتيل الأزمة ببعض الأمور اللي اتخذها من المطالب اللي كانت يعني موجودة في الشارع اللبناني في المظاهرات، كانت المطالب يعني كثيرة وخاصة بالأوضاع الاقتصادية، أحاول تخفيض رواتب الوزراء والنواب لكن المحتجين رفضوا، وفي حديث كان عن تعديل حكومي لكن المحتجين أيضا استمروا في وجودهم في الشارع، وبدأت الأمور بقى تأخذ طريقا خاصا باستقالة الحريري ورحيله هو وحكومته، وده اللي نفذه النهاردة سعد الحريري لما ألمح أنه هيستقيل وأعلن أنه يعني إذا زاد المتظاهرين هيكون في انتخابات مبكرة. وهنا الحريري كان بي يعني يقول وبيمهد أنه في استقالة، وفعلا حدث ما ألمح له سعد الحريري وقدم استقالته تنفيذا لمطالب الشارع اللبناني اللي حاول أنه يعني يحقق له ويستجيب لبعض من ما كان بيسعى ليه الشارع اللبناني لكن رفضوا، وكان في المطالب بيرتفع. البداية كانت في 17 أكتوبر المظاهرات زادت والصور كانت يعني بتشير إلى أن الأعداد في نسبة متصاعدة جدا، وكانت كمان المطالب بتزيد مع الأعداد، وكانت أيضا هناك بعض المحاولات بالتوازي مع زيادة الأعداد في الشارع اللبناني لنزع فتيل الأزمة قدر المستطاع. مظاهرات لبنان طبعا كان العالم بيتابعها عن كثب، كان العالم مشغول بالأحداث في لبنان، المظاهرات كبيرة وكان الأعداد أيضا كبيرة، والنهاردة زي ما ذكر أستاذ رفيق أنه بدأت الناس خلاص يعني تقل في أعدادها بشكل لافت جدا بعد إعلان الاستقالة. حفظ الله لبنان. في إطار الجرائم اللي ارتكبها الرئيس التركي أردوغان والجيش التركي في العدوان على الشمال السوري خلال الأيام الماضية، كان في جرائم حرب ضد المدنيين في الشمال السوري عرضنا البعض منها، وبنعتذر إذا كانت المشاهد صعبة لكن المشاهد دي هي اللي بتدين أردوغان، هي اللي تخلي أردوغان يقف أمام القانون الدولي ويعاقب على ما يفعله. إحنا مرضناش كمان نخلي الصوت موجود لهذا المقطع اللي بيتم فيه ضرب مدنيين وشباب بقسوة في الشمال السوري. الناس دي عادية جدا، الناس ما بتعملش أي حاجة، المشاهد صعبة جدا، بيتضربوا ليه؟
وهو اساسا العدوان ليه؟ هو اساسا الاتراك موجودين ليه في الشمال السوري؟ من سمح له بتجاوز المواثيق الدوليه؟ من سمح له بانتهاك الانسانيات بهذه الصوره؟ من سمح لاردوغان انه يستبيح دم الابرياء بالطريقه دي؟ تداولت عدد من المنصات التركيه المعارضه هذا المقطع، الاتراك المعارضين تداولوا هذا الفيديو اللي احنا بنعرضه على حضراتكم اللي بيوثق جرائم اردوغان ضد السوريين في شمال شرق سوريا، بيكشف ما يقوم به جيش اردوغان من انتهاكات ومن تعذيب ومن ترويع للمواطنين، ده بالرغم من الادانات الدوليه والعربيه الرافضه للعدوان التركي على سوريا. يرصد الفيديو عمليه تعذيب بتقوم بها القوات التركيه ضد مواطنين عزل في سوريا، واضح يعني شوف حضرتك في الفيديو ده يعني في تعدي وحشي وغير انساني على الناس بشكل كده مباشر، ارهاب وتخويف لاطفال. انا اتصور انه كمان يعني اللي في الصوره معانا ده مش شخص كبير، اجساد ضعيفه، اجساد لا تستحمل ما يحدث، يعني هيموتوا في ايدهم. الناس رفضت في اوروبا، المسؤولين، الدول ما يحدث، وفي عقوبات على اردوغان على فكره حصلت فعلا وبداتها المانيا. وانا اتذكر ان اول خبر عاجل جالنا كان من المانيا، تلتها فرنسا، كانت اخبار عاجله بعقوبات تقع على اردوغان تجاه ما يحدث في الشمال السوري، الى ان وصلنا للهدنه والى وساطه كانت من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الهدنة، اخترقها طبعا كعادته، وبعد كده المفروض انه التزم فيها. فين بقى الالتزام اللي بنتحدث عنه وسط هذه المقاطع؟ هو يعني الهدنة بتتحدث عن وقف إطلاق النار وضرب الناس في الشوارع بالطريقة دي؟ الهدنة هي توقف لأي أعمال عنف، لأي أعمال تطرف، ده تطرف وإرهاب ما يحدث الآن في هذا الفيديو، هو أيضا إرهاب وحالة من الهلع والفزع في قلوب المدنيين. ذكرت الصحف وتحديدا صحيفة ذهل الأمريكية أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت بفرض عقوبات إضافية على تركيا خلال الأسبوع الحالي ردا على ما يحدث في الشمال السوري. وأوضحت الصحف الأمريكية أن المشرعين يقومون بدراسة كيفية الرد على قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا والغزو التركي اللي تلا هذا القرار، لأنه طبعا أول ما أعلن ترامب أنه هيسحب القوات الأمريكية كانت ثمرة استغلها على الفور اردوغان. وبعد كده طبعا قيل ان القوات التركيه الامريكيه موجوده، لا انسحبت ولا حاجه. ما يحدث الان في تركيا جريمه حرب يعاقب عليها اردوغان. هنروح لواحده من المشروعات الكبرى اللي قدمت فيها الدوله خلال السنوات الاخيره الكثير، وهي مشروعات الطرق الكباري في مختلف المحافظات. هنتابع مع حضراتكم هذا الانجاز اللي تم تحقيقه في هذا المجال، وهنلاقي طبعا تغيرات حصلت في محافظات كثيره بالنسبه للكباري، بالنسبه للميادين الرئيسيه، طفره الى شهدتها مصر في قطاع الطرق خلال السنوات الاخيره. هنشوف اين كانت هذه الانجازات ورصدناها مع حضراتكم بالكاميرا. خلينا نتابع هذا التقرير مع بعض. طفرة هائلة شهدتها مصر في قطاع الطرق خلال السنوات الأخيرة، مما حقق لمصر مؤشرات قياسية في التصنيف العالمي. خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2019 بلغ إجمالي الأطوال المنفذة من الشبكة القومية الجديدة للطرق المرحلتين الأولى والثانية 4500 كيلومتر بمعرفة وزارات الدفاع والنقل والإسكان، وذلك بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه، ومن أهمها طرق وادي النطرون العلمين 135 كيلومترا، والصعيد البحر الأحمر سوهاج سفاجة بطول 180 كيلومترا، والقاهرة السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كيلومترا، وشبرا بنها الحر بطول 40 كيلومترا، والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترا، وطريق الجلالة بطول 82 كيلومترا.
وجاري العمل حاليا في 1300 كيلومتر أخرى بتكلفة 25 مليار جنيه، من أهمها القاهرة المنيا الصحراوي الغربي بطول 230 كيلومترا، وسفاجة مرسى علم بطول 200 كيلومترا، ومحور 30 من يونيو بطول 95 كيلومترا، وأسيوط سوهاج شرق النيل بطول 145 كيلومترا. ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخرى ليبلغ إجمالي أطوال الشبكة القومية الجديدة للطرق 7000 كيلومتر. أما عن محاور النيل فقد بلغ عدد المنفذ منها منذ يونيو عام 2014 7 محاور. أما عن صيانة شبكة الطرق الحالية فقد تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن أهمها طريق سوهاج قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كيلومترا، وطريق المحلة كفر الشيخ بطول 32 كيلومترا، وطريق طنطا كفر الشيخ بطول 26 كيلومترا. أما عن الكباري المنفذة أعلى مزلقانات السكة الحديد وعند التقاطعات الرئيسية على الطرق فقد تم إنشاء ما يقرب من 250 كوبري بتكلفة 30 مليار جنيه، ومن أهمها كباري سندوب ودمنهور التوفيقية وقوس وكباري طريق القاهرة السويس وأجا ودهشور. طارق أحمد، هنا العاصمة. التاسع والعشرون من أكتوبر يوم ذكرى حل جماعة الإخوان الإرهابية بقرار من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. منذ تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا في مدينة الإسماعيلية وانتقالها إلى القاهرة ومنها إلى محافظات مختلفة، شهدت جماعة الإخوان الإرهابية العديد من قرارات حلها إثر محاولاتها المتعددة لتنفيذ أعمال إجرامية. ففي 29 من أكتوبر عام 1954 أي منذ 65 عاما كاملين أصدر زعيم الراحل جمال عبد الناصر قرارا بحل الجماعة المحظورة على خلفية محاولة اغتياله في ميدان المنشية بالأسكندرية، والتي نفذها محمود عبد اللطيف أحد أفراد التنظيم السري للجماعة. ونظرا لممارسات الإخوان ضد الدولة المصرية منذ نشأتها سبق وأن صدر ثلاث قرارات بحل هذا التنظيم، حيث كانت المرة الأولى في 8 من ديسمبر عام 1948 عندما أصدر محمود فهم النقراشي رئيس الحكومة المصرية آنذاك قرارا بحل الجماعة بتهمة التحريض والعمل ضد أمن الدولة مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها. ولم يمضي سوى 10 أيام فقط على القرار حتى تم اغتيال النقراشي في 28 من ديسمبر من نفس العام على يد عبد المجيد حسن الطالب الإخواني بكلية الطب البيطري الذي اعترف بإقدامه على قتله بسبب حله للجماعة. وحينها قال حسن البنا إن القتلة ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. القرار الثاني بحل الإخوان كان في 29 من أكتوبر عام 1954 في عهد الزعيم جمال عبد الناصر عقب محاولة اغتياله في حادث المنشية. أما القرار الثالث بحل الإخوان فكان عقب ثورة 30 من يونيو والتي أطاحت بحكم هذا التنظيم الإرهابي، حيث صدر تقرير هيئة مفوض الدولة في 2 من سبتمبر عام 2013 والذي أوصى فيه محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية الإخوان والتي تم إشهارها فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، وطلبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها. طارق أحمد، هنا العاصمة.
جماعة الإخوان الإرهابية بتواصل نشر شائعاتها والتحريض ضد الدولة المصرية من خلال مقاطع فيديو مفبركة، صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قنوات مضللة مسخرة للتحريض ضد الدولة المصرية قيادة، وأيضا التحريض ضد الشعب وضد المشروعات وضد أي ارتقاء أو أي تقدم ورفع لهذا الوطن. على طول بيبقى العكس في قنوات الإخوان، إزاي ممكن يهاجموا هذا التطور، إزاي ممكن يهاجموا ويضللوا الشعب المصري بعد ما اكتشفهم هذا الشعب اللي يعني معدنه وجوهره بيكون حاضرا دائما على مر الأزمنة لتجاوز أي محاولات للتلاعب بأمن واستقرار هذا الوطن. تاريخ الإخوان أنا قلت في أول الحلقة أنه ذكرى 29 أكتوبر 54 اللي بيوافقوا النهاردة، ذكرى عارفينها كلنا طبعا، وهي محاولة اغتيال للراحل الزعيم جمال عبد الناصر الزعيم الراحل بعد حل الإخوان، وهذا القرار اللي اتخذه كانت هذه المحاولة، وبعدها كان في محاولة أيضا حينما أخذ نفس القرار من النقراشي باشا، كانت المحاولة باغتياله في قلب الوزارة وفي وسط ناسه، وكانت محاولة الاغتيال زي ما ذكر في هذا التقرير. ثم جاءت 30 من يونيو، الشعب كله خرج رافضا هذه الجماعة، رافضا وجودها في سدة الحكم، رافضا عناصرها، وكانت طبعا ردود وأصداء هذا الخروج القوي لشعب مصر هي حوادث إرهابية تبعناها طبعا بكل تفاصيلها. للمزيد من الحديث معنا دكتور احمد الشربجي الباحث في شؤون الجامعات الاسلاميه، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. عايزين نتكلم في البدايه يا فندم عن ذكرى اليوم 29 اكتوبر 54، قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بحل الاخوان، ماذا يمثل هذا التاريخ في هذا التنظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا اقول لحضرتك ان التاريخ ده مش يمثل لجماعه الاخوان المسلمين، انما يمثل ويضع علامة فارقة في طريقة تعاملنا مع جماعة الإخوان المسلمين. لما حدثت ثورة 52 حدث مشهد مهم جدا في خريطة العلاقات السياسية في مصر، اتخذت الثورة قرار بحل جميع الأحزاب. كان المفروض القرار ده من الناحية القانونية يطبق على جماعة الإخوان المسلمين، لكن جمال عبد الناصر تحديدا طلب من فؤاد سراج الدين انه يشوف مخرج قانوني لاخراج جماعه الاخوان المسلمين خارج مساله او فكره حل بقيه الاحزاب ويستثنيهم من الحل، اعتقادا ان ممكن الناس ديت تتوائم او تتوافق مع ضباط الثوره ومع مع من يقومون على يعني بمثل هذه الاعمال الوطنيه في مشاركه وطنيه واضحه جدا. لكن هم للاسف استثنوا بالفعل من الحل، وكمان عبد الناصر في اول تشكيل وزاري مثلهم باثنين من في الوزاره، هم اعترضوا مش علشان يعني ان هو شاركهم باثنين من الوزاره ومش عايزين يشاركوا، لا، انما هم كانوا عايزين يستحوذوا على كافه الوزاره، وبعثوا رساله بالشكل الكامل ده من زمان بقى، موضوع الاستحواذ على مفاصل الدوله ان احنا نحكم. ما هو فكره ان احنا يا نحكمكم يا نقتلكم، او يا نحكم يا اما ندمر هذا الوطن ونتواجد في كل مكان، دي عقيده. لان الاخوان الوجه الاخر للشيعه، يعني الفصيل السني اللي هو بيمثل الوجه الاخر للشيعة داخل المربع السني هم الاخوان المسلمين. ليه؟ لانهم بيجعلوا الحكم عقيدة. اهل السنة ما بيعتبروش الحكم عقيدة، يعني مسألة الخلافة ما بيعتبرهاش نوع من العقيدة. الشيعة افترقوا عن اهل السنة لانهم جعلوا مسألة الحكم عقيدة. هم احنا عندنا الحديث مشهور بني الاسلام على خمس، شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول، حديث مشهور. الشيعة عندهم نفس الحديث، بس بدل البني الاسلام بدل شهادة لا اله الا الله اول حاجة الولاية اللي هو الحكم. فكأني عمود من اعمدة الاسلام عند الشيعة مسألة الحكم. لم يأتي اي فصيل سني او اي جماعة سنية تكرر هذه المفاهيم الا جماعة الاخوان المسلمين، جعلت مسألة الحكم عقيدة. الكلام ده بيقوله حسن البنا في رسائله بمنتهى الوضوح، ان الحاكمية او الحكم
أساس من الأسس العقائدية، وكمان كرس ليها سيد قطب فيما بعد، وظهرت بعد كده كل هذه الأفكار اللي بتكفر المجتمعات الحكومات والمجتمعات والجيوش بناء على فكرة الحاكمية اللي هم اتخذوها عقيدة. هم فكرة انهم يحكموا ده شيء منطلق عقائدي، فهم مش هيقبلوا فكرة المشاركة. هم الطائفة المؤمنة، هم الناس اللي جايين يعيدوا الناس الى الاسلام والى الايمان من جديد، هم الناس اللي جايين يصححوا للمجتمع اسلامه، لانهم بيقولوا ان الاسلام انتهى وعلينا ان نستبدل او ننشئ امه جديده، امه اسلاميه جديده. ايه الامه الاسلاميه الجديده ديت؟ الامه الاسلاميه الجديده اللي ممثله في جماعه الاخوان المسلمين المصطفى من ضمن الكلام ده. الكلام ده منتشر وموجود في ادبياتهم بشكل يعني لما كبير ومؤمنين بيه واثقين فيه، وغسل أدمغة ده جدا طبعا طبعا. وللأسف بيضموا للفكرة ديت أو للأفكار ديت فكرة برضو من تشابههم الكبير مع الشيعة، فكرة التقية والكذب. هم طبعا التقية ده يمكن لفظ كمان مهذب، لكن هو الكذب الصريح في كل تحركاتهم. فهم مثلا هم بيعتقدون ان هم الفئه المؤمنه، لكن انت لما تسالهم يقول لك لا احنا مش بنعتقد كده ابدا. كان سيد قطب بيقول لاتباعه في تنظيم 65 كان بيعلن لهم في منتهى الصراحه والوضوح ان المجتمعات دي مجتمعات كافره، وعشان كده سيد قطب ما كانش بيصلي في المساجد بالمناسبه، يعني ما كانش بيدخل اي مسجد من المساجد اللي موجوده في مصر، وكان بيطلق عليها ان دي مساجد ضرار او معابد جاهليه. فكأن الإسلام انتهى ودي أصبحت معابد جهلية ودي مساجد ضرار زي مساجد المنافقين على أقصى تقدير. وكان بيقول لهم إن عشان بيصلي يعني إيه حجته بيصلوا فيها يعني الناس بيكتبوا، ما هو لأن المجتمعات دي كافرة والمساجد دي عاملينها ناس كفار، فهي أصلا هي لا تخص المسلمين إطلاقا. فسيد قطب كان بيجاهر بمثل هذه العقيدة، فكان بيقول لهم إن الناس كفار، فبيقولوا طيب إحنا يعني طب نتعامل معاهم إزاي؟ قال تعاملوا معاهم يعني بطريقة إن أنتوا لا تعلموهم بذلك لئلا ينفروا. قالوا طب الكلام ده كان موجود عند قطعا بلا شك كان موجود عند البنا، انا بس اخذت الموضوع واظهرته فقط. ففكره الكذب مع فكره ان الحكم ده اساس من الاسس العقائديه الموجوده داخل التنظيم دي هي اللي بتعمل وتصنع كل الاشكاليات اللي هي موجوده. فتلاقيهم يستبيحوا الكذب والخداع ونهب الاموال والثروات وتدمير الاوطان وسحقهم، لان الناس في نظرهم الناس يهدموا رساله الاسلام. هم فكرتهم كلها قائمة على هدم المجتمعات في الأساس. يعني سيد قطب بيعلن ده بمنتهى الوضوح والصراحة في معالم على الطريق، ازاي نطلع من الأزمة دي ونعيد المجتمع للإسلام؟ ان احنا نهدم هذه المجتمعات، نتكلموا مع بعض عن الهدم وعن الخراب. لازم نهدم. هم يقولك نموت استاذتنا الإشكالية اللي بتزهرني انا عند الناس ان الكلام ده مكتوب بمنتهى الوضوح والصراحه، يعني هو مش محتاج لا خيال ولا ابداع. ده مكتوب بمنتهى الوضوح والصراحه. سيد قطب بيقول في معالم على الطريق ان المجتمعات دي يجب هدمها، واذا ما قدرناش ان احنا نهدمها نساعد في هدمها او نتركها تتهاوى، يعني نساعد في مساله انها تتهاوى وتسقط. ما هو برضه عن طريق نشر الاكاذيب والفوضى، وما هو ليهم ايد، هم مش هيسيبوها تتلاشى كده لوحدها. يعني قول لي بقى يا دكتور، احنا خدنا نبذه كده عن الازمنه وازاي الخراب طال التاريخ في مصر من خلال جماعه الاخوان الارهابيه، وازاي الشعب تصدى بجانب الجيش والاجهزه الامنيه لهم. هبدأ مع حضرتك بالحاضر. أبو بكر البغدادي خبر العالم كله اهتم بيه، اللي مات في الآخر في نفق وضحى بولاده ونهايته كانت سوداء، حاله حال أي إرهابي، استباح دم الناس. يعني هذا العنصر الإرهابي الهام في تنظيم داعش كان موته ليه انعكاس كبير على التنظيمات الإرهابية والميليشيات، والحديث فيه طال إلا منابر جماعة الإخوان الإرهابية لم تتطرق لهذا الخبر أو تعاملت معاه زي قالته يعني، فهي تعاملت معاه يعني باستهانة، يعني خبر عادي. ليه؟ في استراتيجية تبنتها جماعة الإخوان بعد فترة السبعينات وخروجها من أيام السادات، أو في يعني أواخر عصر عبد الناصر. أيوه.
الاستراتيجية دي يعني كان بدأ الحراك وانتشار التنظيمات المختلفة اللي هي اللي بيقول عليها التيار الإسلامي المختلف، وبدأت ناس تتبنى خيارات العنف، لكن جماعة الإخوان تبنت استراتيجية ان هي استخدام او توظيف الجماعات اللي هي بتتبنى فكرة العنف بديلا عنها. أيوة. يعني هي الإخوان كانت هي الفصيل الوحيد اللي هو بيطرح فكرة العنف واللي أسس ليه. لما خرجوا وجدوا ان الساحة فيها ناس كتيرة جدا بتحمل ذات الافكار بتاعتهم، فهم بدأوا يتخلوا هم عن فكرة ممارسة العنف ويدعوا فكرة السلمية، وده اللي بيطرح اللي يقولك احنا شفنا اخوان كتير ما مارسوش عنف، لان كان في فصائل اخرى بتقوم بالعنف ده نيابة عنهم، هم اسسوا للعنف وهم رسخوا لافكار العنف وهم اعطوا هذه الافكار للجماعات الاخرى لتقوم بها. مثال مثلا لما الاخوان السادات هو اللي يكون افرج عنهم واتاح لهم حريه العمل، والمرشد بتاع جماعه الاخوان المسلمين كان بيحضر بعض الجلسات اللي بيخطب فيها او بيتكلم فيها الرئيس السادات، وشفنا كلنا عمنا مفتوح هو بيتكلم مع الرئيس السادات وبيناقشه وبيرد عليه وبياخد ويدي معاه في الحوارات. هذا الرئيس اللي هو تعامل مع الإخوان بهذه الطريقة يدبر له محاولة الانقلاب في سنة 74 في حادث الفنية العسكرية. حادث الفنية العسكرية لما يسأل جماعة الإخوان المسلمين يقول لك ده اللي قام بيها شخص احنا لا علاقة لنا به ولا لنا ملناش أي ارتباط ولا الناس دي لها أي ارتباط بيهم، فيجي عناصر التنظيم ده يفضحوهم اللي هو طلال الانصاري وناصر سعد يقول لا ده احنا بايعنا الاخوان والبيعه انا مبايع حسن الهضيبي بنفسي عن طريق زينب الغزالي وفي بيته واتفقنا على ان احنا نقوم بهذا العمل، اذا نجح هذا العمل هندي الدوله لجماعه الاخوان تحكمها، اذا لم ينجح هذا العمل خلاص يعني ننفي صلتنا باي حاجه ونقول ان العمل ده كان خاص بالمجموعه دي اللي مجموعه الفنيه العسكريه. ففكره ان هم يطلعوا مجموعات زي كده تقوم بعمليات عنف بديله لهدم المجتمعات ولهدم الوطن وللسيطره على الحكم، وبعدين هم يبداوا يدخلوا في المعركه بمنتهى الهدوء، دي الفكرة والاستراتيجية اللي تتبنتها جماعة الإخوان المسلمين بعد المواجهة العنيفة اللي عملتها معهم الدولة المصرية أثناء فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، واللي استطاع انه او كاد انه يقضي على جماعة الإخوان تماما وحتى في الشارع وبين الناس لم يعد يحتفلون او يحفلون بذكرهم اطلاقا. يعني فضلت الوتيره دي مستمره، تنظيم يسلم تنظيم، يخرج تنظيم جماعه الجهاد، تخرج الجماعه الاسلاميه، تنتهي هذه التنظيمات، تطلع داعش دلوقتي تقوم بالعمليات في سيناء. لذلك نربط ونفكر الناس بفكره محمد البلتاجي وهو بيتكلم في بعد 30/6 عن العنف اللي في سيناء، وبيقول ان العنف ده يتوقف فورا لو تم خروج محمد مرسي اللي بتدينهم جميعا. يبقى هنا في نوع من الارتباط والتوظيف. المجموعات بعد كده بقى مجموعات الاخوان حتى اللي مارست العنف يعني حسم ولواء الثوره دول يقينا بيدعوا جماعه الاخوان المسلمين، لا جماعه الاخوان المسلمين رسميا تتبنى مواقفهم انما تدعمهم، تطلع البيانات بتاعتهم على القنوات، يطلع حد زي مجدي شلس مثلا على قناه مكملين ويقول لا ده احنا عملنا الكلام ده واحنا اللي نظمناه والمجموعات دي فيها كذا وكذا وكذا. يعني يطلعوا دايما ينفوا ارتباطهم بالعناصر دي وتبرؤوا منها، لكن هم دولت القوة الضريبة اللي بتتقدم صفوف الإخوان التنظيمية لهدم المجتمع والسيطرة على الأوطان والوصول لسدة الحكم. فأبو بكر البغدادي وفكرة داعش هم ما يقدروش أبدا في ظل هذه الظروف والأوضاع أنهم يستنكروا، كان زمان ممكن يعملوا اللعبة دي ويقولوا أن احنا نستنكر ويطلعوا بيان، أما دلوقتي لا بالعكس هم يزعلوا جدا على يعني مقتل أبو بكر البغدادي ويحاولوا يتجاهلوا الخبر، تجاهلوه جدا. ده التجاهل برضه بيخدم اجندتهم. هو في انشقاق داخل الجماعه ام انها يعني بتحاول ان تظهر صامده في صوره كده بتروج ليها وبتريد تسويقها للاعلام ان ما عندهمش مشاكل
او اراء في الداخل متباينه ومتضاربه. لا لا شك طبعا ان شوفي اي تنظيم من التنظيمات المتطرفه ديت لما يتعرض للمواجهه والضغط لازم يحصل فيه مساله الانشطارات ديت يعني وخروج مجموعات. الكلام ده حصل في تنظيمات الاخوان المسلمين في الاول خالص لما خرج منه شكري مصطفى في 65 لما كانوا في السجن وانقسموا عده مجموعات، خرج منهم تنظيم التكفير والهجره اللي هو بتاع شكري مصطفى يعني. وخرج منهم ناس بيقول على نفسهم التلمساني يعني يتبعوا عمر التلمساني وناس يتبعوا سيد قطب، لكن شكل التنظيم ما زال موجود وما زال حاضر وفاعل وفي نفس الفكره، هي نفس الفكره الموجوده حاليا. لا شك ان الضغطه دي بتؤدي الى خلافات ولا ان التنظيم يصيب حاله من الضعف والهزال، لكن التنظيم ما زال موجود وباقي بيصرف اموال طائله وبينفق نفقات دعائيه كبيره جدا لاجل جلب يعني الخراب والدمار للاوطان اللي هو بيشتغل عليها يعني. وده طبعا وفق مخطط مدروس وواضح جدا، هم بيشتغلوا على ثلاث عناصر واضحه جدا: فكره الانهاك للدوله، الارباك للدوله، ليصل الى مساله الافشال للدوله ثم اسقاط الدوله. ده مخطط واضح جدا. وعمليه بقى نشر الاكاذيب يا دكتور، ده افلاس فكري عندهم؟ لا ما نهونش من الموضوعات لان مساله ده منهج نشر الاكاذيب ديت هي احدى الادوات المعروفه جدا جدا واللي موجوده في دراسات وفي كتب وفي علم حاليا بيسمى علم الحرب النفسيه. ده علم اللي بيستخدم الاستخدام المنظم للدعايه والتدابير الاعلاميه بهدف التاثير في اراء الناس وافكارهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم. من الادوات اللي بيستخدموها في الحرب النفسيه فكره الاشاعات، فكره الطابور الخامس. احنا عندنا ناس في وسائل المواصلات، عندنا ناس في العمل. انا مش تابع الاخوان بس انا شايف اللي بيحصل ده غلط برضو يعني، ما هو برضو ما ينفعش كده، ما هو الوضع ده الطابور. فكره الطابور الخامس ده فكره، ده وسيله من الوسائل يعني، ده علم، ما هواش احنا بنقول مسائل حدث او مسائل تجني، انما ده علم موجود. الحرب النفسيه لها ادوات معروفه جدا، منها فكره الاشاعات، منها فكره القنوات الاعلاميه، منها فكره الدعايه الاعلاميه المخططه. الدعايه الاعلاميه المخططه تفرق عن مساله الاشاعات. الفرق بينهم ايه؟ الاشاعات بتحمل اكاذيب، الدعايه الاعلاميه المخططه للاسف بتعتمد على حقائق، بس هذه الحقائق تنتزع من سياقها او تنتقص منها او يتم تسليط الضوء عليها من اجل تشويهها، فيحول الانتصارات ويحول الانجازات الى هزائم وفشل. ما هي حقائق، هو مش هيقدر يكذبها. حقائق موجود على الارض، انتصار واقع على الارض موجود، انجاز موجود على الارض هو ما يقدرش ينكره. في انجاز مثلا لمشروع قناه السويس، في انجاز وضربه قويه جدا لتركيا في مساله الغاز في البحر الابيض المتوسط. صحيح. الانجازات ديت هو يحاول، في انجاز في اداره سديده او اداره رشيده في ملفات سد النهضه، لا تهوين ولا تهويل، لا هو بيحاول يروح ضارب هذه الاشياء لانها حقائق على الارض، فهو بيتعامل مع حقائق وفق دعايه مخططه بشده وبعنايه. دي كلها علم وبيدرس وموجود وادوات تابعه لمساله الحرب النفسيه. استخدمت بشده وبوضوح جدا في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه، وما زالت بتستخدم من قبل الدول والتنظيمات والجماعات المختلفه. جماعه الاخوان المسلمين الان هي مش جماعه، يعني الناس بتفتكر ان الدوله بتحارب مجموعات او جماعه، لا دي بتحارب دول اقليميه مرتبطه واجهزه. أيوة. مخابرات. عندك اردوغان في علاقه وطيده ما بينه وما بينهم. ليه اردوغان، وخلينا بقى نختم بده، بيستمر في وقوفه ضد مصر وتحريضه الدائم على مصر على منبر زي منبر الامم المتحده مثلا؟ اردوغان فكره وهو بيرتكب جرائم حرب في الشمال السوري. بمناسبه جرائم الحرب في الشمال السوري، احنا بنتكلم عن الحرب النفسيه. ايوه الحرب النفسيه ده يعني عايز اقول ان هو ايه يعني اول حد يعني حته كده يعني اول حد عمل مساله الحرب النفسيه ديت هو ابليس ذاته.
لما جمل الشيء القبيح لآدم فقال له قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ما قالوش انت انكلت هتنطرد من الجنة لان ده شيء قبيح، طب انا انطرد من الجنة لا يبقى بلاش. قال له لا، هل أدلك على شجرة الخلد، على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وملك لا يبلى، فاداله الدعاية ديت جمل له الشيء القبيح. فيجي أردوغان لما يقوم بالعملية ديت يروح مجمل الشيء القبيح فيسمي العملية يسميها ايه؟ عملية السحق والذبح والتهجير والدمار للشمال السوري يسميها نبع السلام. اتفضل نبع السلام. يبقى دي وقبلها غصن الزيتون وده هو مختار اسماء يعني يا فندم، الاسماء مختاره بعينيه، دي فكره الحرب، اشعار دي مش فكره مش الحرب، فكره الحرب فكره الحرب النفسيه، فكره انه يجمل الشيء القبيح. فيسمي مثلا الاشياء المحرمه او المشروبات المحرمه مثلا في الاديان يسميها المشروبات الروحيه، فده اسم جميل يعني ما هو انا بشكرك جدا على التوضيح دكتور احمد الشرباجي الباحث في شؤون الجامعات الاسلاميه، وان شاء الله لينا لقاءات اخرى نستكمل فيها اكاذيب هذه الجماعه عبر الازمنه، جماعه الاخوان الارهابيه، وازاي كانت بتنال من امن واستقرار مصر، وايضا كانت يعني بتفجر الارهاب وبتدعم العناصر الارهابيه في اماكن اخرى مختلفه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. العنف الاسري بعد الفاصل، خليكم معنا. طب ايه؟ انا على طول بقيت حاسه اني ولا حاجه، يعني كل ما بطلب من ماما حاجه ردها على طول بيبقى هو كده انا قلت لا يعني لا، ولو حاولت بس اتكلم عمرها ما بتهتم بكلام وكاني مش موجوده من اصلا. حتى المرة اللي اتأخرت فيها عن معادي غصب عني من غير ما يسألوا ليه لقيت بابا قاعد يزعق. ما بدري يا هاني، هو انت فاكرة نفسك زي اخوكي؟ وكل كوم بقى ولما يبتدوا هما الاتنين يتخانقوا. ادي اخر تربيتك يا هاني. يا سلام، يا خد بنتي لوحدي. لا بس دي مسؤوليتك. يعني مش بدل الخناق ده كانوا يتكلموا معايا احسن؟ انا عارفة ان ماما كتير بتكون مشغولة بس انا نفسي تسمعني، وبابا برضه يديني فرصة اتكلم حتى لو غلطت. تربية ولادنا مسؤولية كبيرة، هما بيكبروا واحتياجاتهم بتتغير، احنا كمان لازم نتغير، وبدل الزعيق والضرب والإهانة نحاول نستوعبهم ونجرب نصاحبهم، ولو احتاجتوا المساعدة اتصلوا على 16 3 صفار. يا ريت نحاول نساعدهم ونستوعبهم، يا ريت ما يبقاش في قساوة، ما يبقاش في عنف، ما يبقاش في ضرب، يا ريت كل أم النهارده بتسمعنا وإحنا بنتكلم وأب يكون عندهم فرصة واستعداد إن هم يغيروا طريقة سلوكهم إذا ما كانت طريقة فيها قسوة وشايفين إنه ده الصح وده اللي لازم يحصل، خصوصا لو كانت البنت عنادية أو الولد صعب ولازم نقومه. بالعكس ممكن ده يتحفر في الأذهان، ممكن ده ينعكس على حضرتك وعلى حضرتك لما تكبروا، ممكن ده ينعكس عليه وعلى شخصيته وحياته وأسرته اللي هيكونها بعد كده، وهنا المشكلة بتتفاقم وحجمها بيكبر. الحديث عن حملة بالهداوة مش بالأساوة، وهي حملة لحماية الأطفال من العنف الأسري، معانا في الاستوديو للحديث عن هذه الحملة اللي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لاستخدام العنف والعقاب البدني واللفظي كأداة تأديبية للأطفال، الدكتور الأستاذ جمال فرويز استشاري الطب النفسي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم، ربنا يخليك. انا هبدا مع حضرتك باهميه اللي احنا شفناه دلوقتي ده، ازاي ممكن فعلا يضيف في عمليه التربيه، خصوصا انه ده بصراحه يعني موجود وموجود بنسبه يعني لا باس بها، انه العنف قد يكون هو الطريقه اللي بيتبعها الاب او الام علشان بيقولوا احنا بنربي الولد او بنربي البنت. تمام، بس يا فندم الشخصيه بتاعت اي بني ادم فينا بتيجي من ثلاث اشياء رئيسيه وعنصر رابع غير رئيسي. ثلاث اشياء رئيسيه: الوراثه، جينات وراثيه من الاب والام، التربيه في الصغر، الخبرات الحياتيه. هنقف عند التربيه في الصغر. الطفل بيتعرض لضغوط، بيتعرض لضرب، بيتعرض لتنمر سواء لفظي او مادي من الاب، من الام، من زملاء في المدرسه، من جيران، من اهالي، قرايب. ده بيأثر على الشخصيه بتاعته، الشخصيه بتاعته بتبقى عامله هنا زي الاسمنت الطري، كل حاجه بترسم عليها خط بتبان. لما بيجي يكبر الشخصيه بتكتمل عند سن 15 سنه بتكون الشخصيه بتاعته اكتملت. هذه التربيه حطت الدنيا بتاعها، اعطت بدلوها في هذه الشخصيه. تمام.
اللي هو الامراض النفسيه كلها، يمكن الناس كلها فاهمه ان الامراض النفسيه امراض وراثيه. من 2017 الكونجرس الدولي قال لك لا مفيش حاجه اسمها وراثه في الطب النفسي، ولكن احنا بنورث جينات. هذه الجينات تنشط امتى؟ لما الطفل يتعرض لضغوط وهو طفل صغير بتنشط هذه الجينات، ما تعرضش على سن كبير شويه على من 18 ل 25 لو شرب مخدرات او تعرض لضغوط شديده ممكن يظهر برضه المرض. يبقى اذا انت مرحله الطفوله التربيه هتاثر على الشخصيه، لو تعرض لضغوط شديده زي اللي احنا شفناها في العرض الجيد اللي شفناه دلوقتي ده بيظهر امراض نفسيه للاسف الشديد، وكل الامراض النفسيه ممكن تيجي للاطفال الصغيرين للاسف. للاسف وبتكبر بقى معاهم يعني مش هتزول مثلا لما يعقل الا اذا لحقناها بالعلاج قبل اكتمال 6 شهور من بدايتها ممكن نلحقها وما تكملش معاها، ولكن حتى العلاج احيانا الاهل بيبقوا مستخسرين في طفلهم. للاسف الشديد طيب ازاي ممكن الحمله دي تجيب نتيجتها فعلا؟ ازاي ممكن يكون في توعيه للاباء والامهات؟ هاخد راي حضرتك بعد ما نستمع للمساهمه في هذا الحوار من الدكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للامومه والطفوله. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. ممكن يعني تقولي ازاي ممكن نستفيد من هذه الحملة يعني من خلال الشرح والتوعية للأهالي والترويج والتسويق لها؟ تمام. هي الحملة دي بتيجي في إطار القضاء على العنف ضد الأطفال، استراتيجية مجلس القومي للطفولة ضمن القضاء على العنف ضد الأطفال. المجلس برئاسة الدكتور عزة العشماوي أمين عام المجلس، طبعا شريك البيئه اللي بيقود هذه الحمله بالتعاون مع منظمه المدارس بالشراكه مع وزاره التعليم وبدعم من الاتحاد الدولي. اطراف كثيره موجوده في الحمله دي لها اهداف. الحمله اتحطت على انها تتارجت او توصل للاهالي الاطفال من سن 10 ل 18 سنه باهداف معينه. طبعا من اهم الاهداف دي انه التعريف باخطار العنف ضد الاطفال وبالذات العنف النفسي اللي هو عن طريق شكل الاهانه او الالفاظ او الى اخره. التعريف اللفظي كمان العنف اللفظي بالظبط. مهم قوي ان احنا نوصل لناس كتير قوي، او واحد من الاهداف الرئيسيه للحمله ان احنا نوصل لعدد كبير من الاهالي او من مقدمي الرعايه سواء كانوا اهل او كانوا مدرسين او كانوا مدربين في نوادي الى اخره، بفكره انه العنف بيؤدي الى اثار واثار بتتسبب. فده واحد مهم قوي من او واحده مهمه قوي من الاهداف اللي احنا بنتكلم عليها في الحمله. الاهداف الثانيه طبعا في اهداف كثيره من ضمنها انه ترسيخ فكره التربيه الايجابيه والاستجابه لاحتياجات. كان عمل المجلس القومي الدراسه دي طلعت نتائج ان اكثر من 20% من الاطفال في مصر من سن 1 ل 14 سنه بيتعرضوا لعنف بشكل او باخر سواء كان لفظي او كان بدني او كان فيه. الدراسه دي طلعت كمان واحد من كل 3 اطفال بيتعرض لنوع من التنمر عن طريق الانترنت. الدراسه كمان طلعت انه عدد كبير جدا من الاباء يطلبوا بديل، يعني بديل للعنف، يعني انا مش عايز ازعل ابني او لبنتي وعايز حل ثاني، يعني بيخرج عن شعوره بس انا عايز حل ثاني للتربيه. ومن هنا كانت الحمله دي انها بتعرض الحل الثاني اللي هو ازاي نعمل تربيه ايجابيه. فدي برضو بتزود فكره الاستجابه. بس كمان بترسخ فكره انه اولادنا مش ممتلكات شخصيه بالظبط كده اعمل فيها زي ما انا عايز، لا انت ليك مسؤوليه تجاه ولادك وليك حدود في المسؤوليه دي، لان هو في الاخر بني ادم يعني عنده احلامه وعنده طموحاته وعنده شخصيته وعنده موهبته بالظبط، ومحتاج ان انت تنمي الحاجات دي كلها والواقع انك تحميها او تحمي ابنك او بنتك من اي اشكال عنف، يعني الحمايه هي الواجب الاساسي.
يبقى الأب والأم هم الحماية فعلا، مش هم الخوف أو القلق إذا ما أعربوا عن فكرة عندهم أو موهبة أو أي شيء من الحاجات اللي ممكن أنها تفجر المشاكل. دكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي. برجع تاني لدكتور جمال ونفس السؤال يا فندم، إزاي ممكن نستفيد فعلا؟ الحملات دي بقى لها دور حقيقي بقى على الأرض. يمكن أنا كنت مع الدكتور خالد من قريب يعني، وكنا بنتكلم، قلت له يعني هي يا ريت الحملة مستمرة، احنا مش عايزين حملة اسبوعين او شهر، هي لازم بتوعية ثقافة. احنا عايزين نرفع ثقافة المجتمع بتاعنا في حاجات كتيرة جدا، منها هي جزئية التنمر ضد الاطفال اللي بتحصل سواء في البيوت او في المدارس. احنا دايما لما بنشرح لهم الاهالي يعني زي حتة ايه البديل، البديل ما تكسب ابنك، تتكلم مع ابنك، تصاحب ابنك، الام خليك صديقة لبنتك وابنك، الاب لو الام كل احنا الاطفال بيتعودوا هم صغيرين هيروح البيت يحكي لماما كل حاجه حصلت، وفلان قال لي وعلان قال لي والمدرسه قالت لي ومش كل بالتفاصيل المملله. في حاجات هو مش عايز بابا يعرفها، حتى لو ماما قالتها لبابا يعمل هو ما يعرفش. ليه؟ يدي الطفل دائما ثقه في مامته ان هي ما بتحكيش لبابا، دي اساسيه. لا صديق، ماما صديقه قليل قوي، معلش هي لو بتاخد الموضوع لو عرفت كده ومشيت بيها تروح تقوله مع يعني على الاقل هو ما ياخدش اكشن يعني قدام الولد. حاجه تانية ان احنا دايما في اساليب عقاب سهله، في اساليب ان انا ادي مكافاه سهله بعيد عن الضرب. هي قصه الضرب دي برضو دايما بنقول للاب ما تضربوش. ايوه انا النهارده جيت كأم كل ما الطفل يعمل حاجه بابا لما يجي هيقتلك، بابا لما يجي هيقطع رجليك، بابا لما يجي هيقطع لسانك، بابا لما يجي مش عارف يحط لك المعلقه السخنه على ايه. الطفل دائما تخيلي، مش التخيل، فبيقعد يعمل اميجينيشن كده اللي بابا لما يجي بقى هيقطع ايد ازاي، هيقطع رجل ازاي. طفل 3 سنين 4 سنين وعمال يتخيل. حرام. جه بابا ضربه، ضربه بالقلم، ضربه بالشلوت، اي ضربه، انا ما متش، ما قطعش ايدي، ما قطعش رجلي، خلاص ما بقتش ورقه ارهاب. اضرب بقى انت حضرتك، انت كمان بتفقدي يعني حتى الورقه اللي انت ماسكاها ورقه عفوا يعني للتخويف بس علشان تقوميه سريعا بس في اي موقف، خلاص حتى دي رهبتها راحت، رهبه الاب هنا بتروح. فاصل وبعد الفاصل نتقابل مره تانية، وحمله بالهداوه مش بالقساوه، والتعامل مع اولادنا بطريقه فيها اكثر استيعابا لشخصيتهم وحياتهم الحاليه. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية. عايز استثمر ما تبقى من وقت علشان نستفيد اكتر من معاملتنا مع اولادنا، ازاي تكون افضل حالا في اطار حديثنا عن حمله بالهداوه مش بالقساوه اللي بتتبناها وزاره التربيه والتعليم. بجدد التحيه بدكتور جمال. دكتور يعني اتكلمنا كده في الفصل سريعا على بعض المشاكل التانية اللي ممكن تكون سبب في اشتعال الازمه ما بين الاهل والابن. هنا بقى بتكلم كمان على السن الصغير، وطبعا الحاله دي بتكبر معي، التفرقه ما بين الاثنين ده ممكن يعمل لما بنكبر ضغوط نفسيه. لما بنكبر انا بلقى نفسي ما بحبش شخص معين بدون سبب، ابن خالتي، ابن عمتي، ابن عمي، اخويا، انا مش لاقي له سبب يعني. انا طالع كاره هذا بلا اي سبب، من غير سبب مش عايز يلعب معايا. لما بنرجع للطفوله ابن عمك اشطر منك، بنت عمك بتجيب بقى احسن منك، في اهتمام ابن خالك مش عارف ايه من العيله بيه، ولا حتى لو ما فيش اهتمام، بس مجرد كلمه تتقال ابن عمك كذا، بنت عمك كذا، ابن خالك كذا، كلمه مشهوره عند الام المصريه يعني. انا اسف، ما ينفعش ما ينفعش المقارنه دي بتكرهني في شخص هو قد يكون شخص هو كويس جدا. لازم نفهم خلاص يعني بقى بالنسبه لي مقارنه معاه دائمه، فخلاص مش عايزه اسمع اسمه. اي ام لازم تفهم ان كل طفل جمهوريه مستقله، ما فيش مقارنه بين طفل وطفل، دي امكانيات ربنا اعطاها له، امكانيات عقليه في التعليم. اصل مش شرط كل طالب قدراته العقليه عاليه يبقى شاطر في التعليم، في طالب اهتماماته ليه اهتماماته ممكن يبقى عمليا افضل يعني اصلا، ممكن ينجح في حياته بعد كده افضل مليون مره من مثلا يدخل طب. انا اسف صح، لكن انت تيجي كل شويه ده احسن منك،
ده اذكى منك، بشوف جاي مجموعه يا سيدي ما يجيب يجيب. ده انا هقول لحضرتك حاجه، ده انا شفتها كمان على الكبار، يعني هو اشتغل بس هو ده تحصيله في شغله، هو ده امكانيات شغله ووظيفته. شفت قريبك ازاي عرف يشتري وعرف يجيب وعرف يكون نفسه؟ طب هو هيعمل ايه؟ ده نوع من هيعمل ايه ده عنف. دي ظروف وده عنف شديد وضغط شديد عنف سلبي. على الشخص عنف سلبي بخليه بجيبه عليكي وبتخليكي تكرهي انسان وهو ملوش اي ذنب. الشخص التاني ملوش ذنب، بس انا اللي وصلتك لكده. تعالي بقى حته تاني، الاهل يعني برضو لازم كل واحد فيهم ياخد باله منها جدا. انا طفل النهارده اخطا، طفل النهارده يخطا، احنا اكبر بنخطا. يجي الاب ايه؟ طب انت كده مفيش مصروف لمده اسبوع، حرمان من المصروف في اسبوع. الطفل رايح المدرسه شايف زمايله الاطفال ابتدائي بالذات بيبتدوا يقارنوا مع بعض. دايما هم قلودين لبعض. ده جاب كوتشي مش عارف ايه يبقى لازم اشتري نفس الماركه، جاب ساعه ماركه كذا يبقى لازم. النهارده العيال كلها بتدور على البراندات. بس دي برضه في التربيه مطلوبه ان نعرفهم ان كل واحد يقدر، كل واحد له قدراته. لكن مانع المصروف بيعمل ايه بقى؟ الطفل شاف زميله معاه ساندوتش، شاف زميله اشترى حاجه من المدرسه. طب انا مش يعني قادر، ده بيعمل لي باللبس او بالمظهر، احنا بنتكلم في اكل، بيعمل لي حرمان عاطفي. ابتدى الحرمان العاطفي يظهر. هعوضه ازاي؟ حاجه من اتنين، يا اما هتنمر على الطفل التاني واشتمه او اضربه او اقطع له هدومه او ارش عليه حبر او اقطع له الكراسه بتاعته، او وده الاخطر ان انا اسرقه، ان انا افتح شنطته اخد منها اللي هو اشتراه او اخد منه حاجه حلوه هو جايبها. يبقى انا وصلت ابني ان خليته يعمل هذا السلوك ومحدش يقول له ما بيحصلش. لا بيحصل وكتير جدا. بنلقى طفل ابتدى يسرق من زمايله واهله بسم الله ما شاء الله يعني يقدر يشتروا قد المدرسه 10 مرات. طب ليه وصل كده؟ الحرمان العاطفي. خناق الاب والام في البيت، اب والام ما يحللهمش الخناق غير الاطفال قاعدين يتطاولوا على بعض سواء لفظيا او ماديا بالايدين، وانت كذا وانت كذا، ويدخل بقى في خناقه ويدخلوا وقت انهم يتصالحوا. الاطفال غير الخناقه راحوا المدرسه عندهم طاقه سلبيه يطلعها على زمايله، وشايف ان ده عادي بقى، ده باباه ومامته بيعملوا كده. للاسف يعني الطفل زي ما قلت لك حوار بينهم الالفاظ بالطريقه دي ممكن تبقى الفاظ متدنيه يعني الى اخره، يعني من اي مشاهد سلبيه خلاص هو شايف ان ده اصلا طبيعي فبيعمله بقى مع اللي حواليه. يبتدي يطلع يتنمر على يعني دايما حتى لما حد يقول لي ده طفل تنمر على ابني اقول له ابنك محتاج علاج، واللي اتنمر عليه محتاج علاج. قبل ما المشكله عنده في البيت. عايزه كمان اقول انه المدرسه اسره والمدرسه ام في فصلها والمدرس كذلك، ولازم التعامل من كل اللي قلناه الدكتور قاله ده في البيت هو كمان موجه للمدرس والمدرسه، لان هم القيمه والقدوه اللي قدام الطالب والطلبه. ما ينفعش خالص المدرسه تدخل تفرق بين الطلبه وتطلع ده احسن من ده وده اذكى من ده وده موهبته اعلى، او تهين حد او المدرس يهين حد لمجرد انه ما عرفش يجاوب وما عرفش يرد. لو المدرسه تربويه بتاخد بالها من دي طبعا، بس انا بتكلم بقى دائما وابدا. يعني كانت لسه احدى الدول العربيه بيكلموني عشان حته تحديد التدريس والكلام ده، فقلت لهم مدرسه الابتدائي انا مش عايز منها غير عاطفه. انا مش ماده تعليميه، انا اسف مع احترامي كل المستشارين اللي عندنا، الماده التعليميه دي الطالب هيطلع بعد سنه بقى هينساها. انا اللي يهمني العاطفه، يطلع بعاطفه من حبه للمدرس. يعني حضرتك دلوقتي كاستاذه ريان لو جيت مثلا اقول لك تكرهي ماده ايه؟ هتقولي ماده كذا. هقول لك ارجعي وانت في الكي جي او في الابتدائي هتلاقي المدرسه اللي كانت بتديكي الماده دي كانت صعبه عليك شويه او كانت شديده معاكي. ماده بتحبيها هتلاقي المدرسه انت كنت بتحبيها. اعدادي والله صح يا دكتور، في مواد مرتبطه باسماء مدرسينا انها كانت حلوه عشان هم كانوا اعدادي كويسة. محتاج عاطفه مع سنه من الحزم طبعا، ثانوي محتاج حزم ليه؟ خلاص هو اكتمل هنا بقى الشخصيه مكتمله، فلازم اتعامل معاه بحزم التمرد. فلكن اكتساب الطفل ده اديله عاطفك، اديله حنانك، صاحبه. طفل طول الوقت عايز عاطفه. الاب يقول لي اصاحبه ازاي؟ يا اخي خده معاك، اخرج بيه. يقول لي اصل انا مثلا واحد بيقول انا بقعد في كافيه اخده معايا الكافيه. يا سيدي بلاش الكافيه، اقعد معاه في حته هو بيحبها، اي مطعم هو بيحبه، كافيه مكان هو بيحبه، اب وام مره في الاسبوع مساحه في اي مكان يسمح به ظروفك الماديه.
بس يخرج بره البيت اديله طاقه يحس بيك كاب صديق. صحيح. يتكلم معاه في مشاكله وهيتكلم معاك في مشاكله برضه، هتبقى انت صاحبته بعد عن الامراض النفسيه. حديث يطول طبعا في العلاقات الاسريه. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لوجودك معانا. وفي ختام حديثنا يا رب يعني دايما تبقى العلاقات فيها موده ورحمه زي ما امرنا ربنا سبحانه وتعالى، مش بس في العلاقه ما بين الاب والام ولكن ايضا مع الابناء، لانه في النهايه اي شيء بيحدث بين الوالدين بينعكس ووقعه بيبقى كبير جدا على الاطفال زي ما قلنا دلوقتي في حديثنا، والمساله بتتضخم وتكبر معاهم وبتنعكس على حياته كلها بعد كده. بشكر حضراتكم وتصبحوا على الف خير.